في حارس الأهلي الكابتن عماد النحاس نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق يتحدث عن مواجهة الأهلي والعين الإماراتي في كأس الانتركونتيننتال وماذا يحتاج المارد الأحمر من أجل الفوز على زعيم آسيا والتتويج بالكأس الأفرو آسيوي ويستعيد ذكريات الإنجازات والبطولات وتحطيم الأرقام القياسية. انتظروا عماد النحاس مع أحمد شوبير في حارس الأهلي في الأوقات التالية على قناة الأهلي.